كيعرف يماركي هكا كما لا شي حاجه كتخش راس هو دابا دابا حمد الله ولا تعبي واش دابا حمد الله بري فور دابا كريستيانو رونالدو فاش كيماركي تما تيقولوا راه كيلعب غير في الشامبيونا ضعيف هذيك الشامبيونا راه قاصحه راه ولا فيها كل شيء غير البروفيسيونيل غير اللي جوا صعيب باش تماركي تما وهو كيماركي ورونالدو كيماركي وبنزيما كي لو فيليسيت لو فيليسيت واحد ديكلاراسيون جو سي با انا بوركو هذا ما تيلعب في ليكيب ناسيونال ماشي بنزيما كان جا واحد البرنامج داك البليهي هو المدافع ديال المنتخب السعودي فجابوا راميز جلال واحد الممثل مصري كيدير الكاميرا خفيه قال له شكون لاطاكو اللي تيعذبك واش بنزيما ولا نيمار ولا كارلو ولا رونالدو قال له لا حمد الله يا وانا نقول سقسينا انا نقول لك حمد الله احسن من بنزيما علاش غت الى ميو احسن منه بحال اللي كنقولوا على لا ريرغوش مع لا ريرغوش راه سي لا ميم شوز لي كاليتي اللي عند حمد الله راه كنشوفوا انا ملي كان باقي كادي في كان انجيني هذا المساله ديال اختيار لاعبين من المنتخب الاولمبي واش هذا وقته مش اننا زعما لاعبين باش انتيغي باش انا وي وي واش مزيان تقدر تدي واحد من ليكيب اولمبيك اللي كتوفر فيه واحد ماشي فرقه دي فرقه من ليكيب لا ما كاينش هذا الشيء ليكيب تلعب واش كيجيب 10 من ليكيب واش تلعب في ليكيب كنتكلموا على ليكيب دابا كشفنا عزوزي شفنا ريشاردسون شفنا مجموعه من اللاعبين هذا الشيء في ليكيب ناسيونال ما كاينش كتطلع اكزاكتو لا ما كايناش هذه كتطلع حتى فرقه ما كتقدر تطلع ايكيب ديالك كيكونوا عندك لي زيسبور شامبيون دي ماروك بحال الرجاء او كيطلعوا جوج ثلاثه علاش لان ليكيب ناسيونال سي لي جوور اون فورم واللي في المستوى في لو مومون فهمتيني دابا فاش عيطنا لدياز علاش عيطنا ليه سي لي جوور اون فورم في لو مومون اللي ميور باش عيطنا ليه دونك لي جمهور اللي كيكونوا اون فورم في ديك الوقيته كتعيط ليهم حيت هذه كيب ناسيونال سون دي جمهور اللي كيكونوا ميور كنجيبوهم ماشي كنطلعوا لي جون وي يقدر يكون عندك راه مارادونا كان غيلعب في ليكيب ناسيونال 78 في الاج دو 17 ولعب 78 وخذ حمراء ندير لا كان كان غيعيطوا ليه في 78 وقالوا إلي أنكور جون دا ديك لا كوب دي موند جونيور ومن بعد هادي 17 وشوف مارادونا شو كيداير وكانوا غيعيطوا ما عيطوليش دونك لي جون جو كان واحد لو جون جوور كاين واحد لو جون عنده لا بار ديال بي اس في اللي هو سميتو الميليو تاعنا ديال بي اس في ميليو اوفنسيف ميليو اوفنسيف ديال بي اس في صابيري هذاك واجد هذاك فور موا هذاك احسن من هذاك اللي هضرتي عليه انت املاح اللي تشاري تصور دون واع ما عرفتش هذاك واجد واجد ماشي زعما هذاك هذاك الركراكي ما شايفوش مزيان واجد هذاك واجد لا هو تساؤلك سنة كيف 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 يعني لاعبين اللي تعطاتهم فرصة جوج مرة وجوج ثلاثة وكتلقاهم ديما كاينين في بلاصة لاعبين مثلا ملي كنا كنتكلموا على الزلزولي وكنقولوا بأنه خدا يعني فرصة وجوج ثلاثة أن الرحيمي ملي كتجيبو كيكون يعني أفضل منه في العطاء مع المنتخب الوطني شوف كنتكلم على شوف رحيمي غادي نقاطعك دابا غير على رحيمي شتي رحيمي مونديالمون سي رار باش تلقى جوور عنده دوك لي كاليتي تكتيك ماشي تكنيك سي رار هذاك تقلب عليه ما نعرف كي دير باش تلقاه المارك توجد فوق ما انا بعدا فوق ما كنسمع رحيمي سجل رحيمي راه سجل اي كوموند في لا جادي ما ولا كان كيمارك اي بورتا جو با فون سونتر كان داك مالونغو مالونغو هو اللي فون سونتر والاخر كيمارك اكثر منه وحنا من شنو جوور كي ايفيكاس ماشي ايفيكاس اكثر من ايفيكاس هو رحيمي اكثر من ايفيكاس كيعطي البيوت وكيماركي البيوت اكثر من لافون سونتر وبقى انا عاد نتردد ديما جيعان واحد واش نعيط ليه ولا ما نعيطليش ديما جيعان حدا بوطو هو هو اللي كاين كاينين دوطر جوور هنا في الشامبيونا ديالنا يتشافوا بورتون هذوك لي ماتش اميكو بغيتو انا يقول حاجه اللي كان يدير نخلي هاد اللي كنعرف نخلي اللي كنعرف هاد لي جوور بروفيسيونيل وغادي ندير ان نومبر ديال ستاد ديال لي جوور اللي باينين في الشامبيونه نعيط لهم هما اللي كانوا يلعبوا هاد التورنوا
تربح بزاف ديال الحوايج بحال اش لاعبين اللي ممكن نشوفهم هادو اللي